الإخوان والسلفيين ومن على شكلتهم بتوع قنوات البحبحاني والبغبغاني والشمعداني، ليه بيكرهوا الصوفية؟ عشان بيحبوا أهل البيت، وليه هم ما بيحبوش أهل البيت؟ أول حاجة في الفيديو قالك المبغضين والمغرضين خليهم يجوا يشوفوا حب المصريين لأهل البيت، ومصور لك ناس كتير واقفة عند مسجد السيدة نفيسة. طب هو فين دليل الحب بالوقوف عند المساجد؟ أظن في منهم الشحاتين، وفي منهم الحرامية، وفي منهم البياعين، وفي منهم أصحاب التكاسي وسواقين الميكروباصات والتكاتك. فيبقى مش كل اللي موجودين رايحين للسيدة نفيسة. اولا، تاني حاجة والاهم من الاولى، ان اجتماع ناس كتير على حاجة معينة فالحاجة دي ما بقتش حلال. ازاي؟ اقولك ازاي. انا ممكن اصور فيديو لناس واقفة طابور مصريين بيشتروا سجاير، فينفع اقولك تعالى شوف حب المصريين في السجاير عشان الشيخ الفلاني قال عليها حرام، فعشان الناس الكتير وقفوا عندها وناس كتير بتشربها فبقت الحاجة دي حلال؟ لا. طب هل الكثرة تعني انهم على حق؟ لا. تعرف ان ربنا ذم الكثرة في القرآن الكريم؟ يعني عندك سيدنا نوح، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. في المقابل عند ذم الكثرة في القرآن الكريم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال تعالى إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فيبقى خلصنا من موضوع تعالى شوف الناس دي كلها مجتمعة على حاجة، فيبقى لازم نشوف الحاجة دي حلال ولا حرام. وقال لك إيه بعدها يا محترم؟ ليه هذا الحب بين أهل مصر وشعب مصر وبين أهل البيت رضي الله عنهم؟ بيقول لك ليه هذا الحب بين أهل مصر وشعب مصر وبين آل البيت رضي الله عنه. فهل أهل مصر وشعب مصر بيحبوا آل البيت فعلا؟ طبعا ده حب آل البيت واجب على كل مسلم. لكن الحاجة اللي الصوفية مش قادرة تفهمها إن في فرق ما بين الأصل وما بين الوصف. فالمسلم واجب عليه إن هو يحب آل البيت، فلما يجي واحد مسلم يقول لي أنا بحب آل البيت فده الأصل في العبادة بتاعته والتقرب إلى الله. طب هو إيه وصف الحب ده يا محترم؟ يجي بقى واحد صوفي ويسجد لآل البيت حبا لهم وتعظيم، فيطلع واحد بحبحاني يقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط وحرام، فيطلع الأستاذ المحترم يقول له انت أكيد ما بتحبش آل البيت، وينكر عليه وصف العبادة اللي عملها مش وصف الأصل اللي هو عمله. يبقى هو ما بينكرش عليك حبك لآل البيت، ده لو انت بتفهم بصعوبة، لكن هو بينكر عليك الشيء الغلط اللي انت عملته اللي ما وردش في الشرع وما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحاجة اللي اكتر من كده واللي اهم من 3 4 5 6 حاجات اللي فاتهم، هل الصوفية فعلا بتحب آل البيت؟ لا. ازاي بحبح؟ اقول لك يا محترم، مين هم آل البيت؟ عند الصوفية سيدنا الحسن، سيدة زينب، سيدة نفيسة، وبس كده خلاص. ايه ده يا عم انت بتقول ايه؟ طب وسيدنا علي؟ لا لا، سيدنا علي الشيعة مختصة فيه والصوفية بتحبه يعني، بس سيدنا الحسين احسن. طب خد عندك بقى يا محترم آل البيت اللي واجب عليك ان انت تحبه. يبقى في حد لازم ان انت تحبهم، فلازم تعرف مين هم. ما هوش فرض او فرضين او تلاتة من ضمن مجموعة كبيرة واجب عليك ان انت تحبهم، وزي ما بتحب واحد فيهم واجب عليك انك تحب التاني بالظبط. ولو قصرت في حبه او غليت في حب واحد والتاني لا، فتبقى انت صوفي. ازاي؟ خد ازاي. لقب آل البيت في الشرع الاسلامي له عدة اطلاقات. اول حاجة، يطلق هذا اللقب على كل من يحرم عليه الصدقة، وده الوصف اللي عليه اجماع العلماء، والصوفية ما بتختلفش معايا في النقطة دي. طب مين هم يا بحبح؟ خد عندك آل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنه. وياريت لو سمحت تحط لي تحت الحسن 3 4 5 خطوط كده، عشان مش هسألك في الفيديو ده عشان ما احرجكش ايها الصوفي، زي ما سألتك قبل كده ليه الصوفية ما بيحتفلوش بمولد سيدنا الحسن رضي الله عنه زي ما بيحتفلوا وبيهتموا بسيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، هما الاثنين مش من آل البيت. خش على اللي بعده. عمرك سمعت في يوم من الايام ان الصوفية بتحتفل بمولد علي بن ابي طالب؟ لا. طب ليه مع ان في مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مولد لسيدنا الحسين؟ يبقى ليه مفيش مولد لسيدنا علي رضي الله عنه؟ ده انا مش هقولك ليه مفيش مولد لسيدنا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، عشان ما تقوليش انت بتشبه الصوفية
الصوفية بالشيعة. فنخش على بقية آل البيت. أول حاجة قلنا لك آل علي بن أبي طالب، تاني حاجة آل جعفر بن أبي طالب أخو سيدنا علي رضي الله عنه. عمرك سمعت في يوم من الأيام الصوفية عاملة مجلس مديح وبيمدحوا سيدنا جعفر بن أبي طالب؟ سيدنا جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار، واللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه من أحد 14 رفيق، وإن هو وزير للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه بقى مفيش مولد لسيدنا جعفر رضي الله عنه؟ هو ده مش من آل البيت؟ طب ياللي انت بتحتفل بمولد آل البيت اللي انت ما تعرفش عنهم حاجة، او ما بتهتمش بالموالد بتاعتهم زي ما بتقول ان هي فرض عليك، وانك بتاخد على الرأس اللي بتعمله في الموالد حسنات، ليه بقى ما بتعملش موالد لآل عقيل ابن ابي طالب؟ وهو ده صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا يزيد اني احبك حبين، وتيجي انت تقول لي سر حب اهل مصر وشعب مصر لآل البيت رضي الله عنهم، وانت اصلا ما تعرفش مين هم آل البيت، وبتحب اللي ابوك وامك طلعوا بيحبوهم بس. تحب بقى يا محترم اكمل لك مين هم آل البيت اللي واجب عليك انك تحبهم؟ فزي ما بتعمل لآل علي بن ابي طالب، اقصد ابناء علي بن ابي طالب، اقصد ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم مولد لوحده سيدنا الحسين، ممكن تعمل موالد لآل العباس، هم مش دول برضو من آل البيت؟ وخد عندك بقى بقية بني هاشم وبني المطلب. فيبقى موضوع ان احنا بنكره آل البيت طلع منكم في شنك، لانه واضح كده ان حبكم ليهم رأس وطبل وزمامير. وياريت بتقسموا البدعة بتاعتكم على كل آل البيت، بل بالعكس بتقلدوا الشيعة في حب سيدنا الحسين والغلو فيه دونا عن أخوه أو أبوه أو الصحابة اللي انتوا بتقولهم انكم بتحبوهم. طب تعالى نسمع كلمتين تاني من اللي قالهم الأخ اللي عمل البث المباشر أمام مسجد السيدة نفيسة. وليه هم الإخوان والسلفيين ومن على شكلتهم بتوع قنوات البحبحاني والبغبغاني بيقول لك ليه الإخوان والسلفيين بتوع قنوات البحبحاني؟ يا راجل يا محترم، الإخوان والسلفيين عمرهم ما اجتمعوا في مكان ولا اتفقوا على حاجة واحدة. تيجي انت يا راجل تجمعهم الاتنين في قناتي؟ لا، واضح ان هي هبت منكو على الآخر. نسمع اللي بعده. ليه بيكرهوا الصوفية عشان بيحبوا آل البيت؟ بيقول لك ليه بيكرهوا الصوفية عشان بيحبوا آل البيت. اولا يا محترم احنا ما بنكرهكمش، لكن احنا بنقدم لكم النصيحة ونتمنى لكم الخير زي ما بنتمنى لنفسنا بالظبط. لكن هضرب لك مثل بخلاف المثل اللي فات، زي ما فهمتك ان احنا ما بننكرش عليك حبك لآل البيت، واتحداك واتحدى شيوخك تجيب لي واحد من اهل السنة والجماعة بيقول ان احنا بنكره الصوفية عشان بيحبوا آل البيت. في المثل اللي انا قلت لك عليه، لو فيه واحد زي حالاتي كده بيحب آل البيت رضي الله عنه وقرر ان هو يعمل ليلة لوجه الله، اهو عشان ما تقولش احنا بنعمل الليلة وبندبح لآل البيت، لا احنا بندبح لله وجبنا الناس عشان تاكل وتشرب صدقة حبا فآل البيت. لكن الليلة عبارة عن ايه؟ جبت لك كم مغني ولبستهم عمة الازهر وسميتهم مشايخ، وجبت لك الشيخة فاطمة الرقاصة، اقصد الشيخة فاطمة اللي بتمدح دي ولا معرفش بيسموها ايه، وقعدت تتراقص وتتمايل امام الرجال اللي جايين يحبوا آل البيت برضو زي حالتنا. فتقوم انت يا محترم ياللي صوفي وبتحب آل البيت وما بتعملش اللي احنا بنعمله، وقلت لي يا ابني ما ينفعش اللي انت بتعمله ده لان كده حرام. ايه هيكون ردك لو انا قلت لك ايها الصوفي انت ما بتحبش آل البيت؟ بعفوية جدا هتقول لي انا لا انكر عليك حبك لآل البيت، ولكن انكر عليك فعلك لحبك آل البيت. فهمت حاجة؟ اتمنى والله. وليه هما ما بيحبوش آل البيت؟ بيقول لك وليه هما ما بيحبوش آل البيت. انت تعرف يا محترم اللي بيكره آل البيت ده انسان منافق، فاتحداك لتاني مرة تجيب موقف لشيخ من اهل السنة والجماعة يبغض فيه آل البيت رضي الله عنه. فيبقى كده انت اللي فهمك للحب غلط. فمش معنى ان انا ما برقص في الموالد بتاعتكم فيبقى كده انا ما بحبش آل البيت. وزي ما وضحت لك قبل كده انت ما بترقص في كل موالد آل البيت، اخترت 2-3 أو 5-6 زي الشيعة وعملت لهم حفلات رأس وهشك بشك وشخاليه. فيبقى اللي بيحب حد بيتبعه، زي ما انت بتدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مؤاخذة مش هنشر صورتك وانت املس جايبها بالموت عشان الواحد يتفرج عليك لازم يكون معاه محرم. تعال نسمع الباقي. رغم برودة الجو ورغم صعوبة الجو ورغم ان الجامع فيه انشاءات وتجديدات، ولكن الناس مصرة انها تيجي وتحتفل بالسيدة نفيسة.
رغم برودة الجو والجو صعب ومفيش فلوس ومفيش مواصلات والمسجد مش عارف ماله وبرضو الناس مصرة ان هي تحضر المولد. اظن قلت لك في اول الفيديو ان اجتماع الناس على شيء حرام ده لا يجعل منه انه بقى حلال خالص، ومعنى ان الدنيا ساقعة والناس مصرة ان هي تروح، فماتشات الكورة والحفلات اللي بيبقى فيها مغنيين ورقصات ورقصين بيبقى فيها اكتر من كده، فهل تتوقع ان هم على حق؟ يعني نقفلها ونروح نرقص معاهم ونقول عشان هم كتير، ولا انت ايه رأيك يا محترم؟